9 يبقى احنا لما حطينا كل عربياتنا سوا جمعناهم مع بعض بقى كام عربيه؟ 9 عربيات. هو ده بقى الجمع. بس كده نشيل الباقي عربيات. عندنا الجمع ليه علامه اسمها زائد، دي زائد. فعايزين نقول 3 مع الاثنين يبقى نقول 3 + 2 يبقى يساوي كام؟ وكلهم على بعض ادوني 5. عوامل غير حية وعوامل إحيائية. أما نتكلم عن العوامل الغير الحية فإحنا بنختص بالذكر أو نحدد العوامل الفيزيائية والعوامل الكيميائية. هنتكلم عن العوامل الإحيائية. العوامل الإحيائية هنقسمها إلى كائنات منتجة للغذاء، كائنات مستهلكة للغذاء، وبعدين كائنات محللة. الكائنات المنتجة للغذاء هي نباتات خضراء منتجة للطاقة. طب ليه أنا بقول إنها كائنات منتجة للغذاء وللطاقة أيضا؟ زي ما احنا شايفين إن النبات يستطيع إن هو يحول الطاقة الشمسية إلى طاقة كيميائية مدخرة، زي ما احنا شايفين الحصان بيعتمد على النبات في غذائه. مش بس الحصان، الأرنب ألاقيه بياكل النباتات، بيتغذى على النبات، والقردة والزرافة والبقرة والجاموس، دي أمثلة للكائنات الحية التي تتغذى على النبات. أقول لك ده علامة صح أو علامة غلط. ملوحة التربة من العوامل الفيزيائية التي تؤثر في النظام البيئي؟ تقول لي لا طبعا ده الكلام ده مش مظبوط، غلط. لا تقطف الزهور بوجهها الصبوح كي تصنع العطور وعطرها يفوح، تنام في المساء غذاؤها الأمل، تقوم في الصباح وتبدأ العمل، فتشرب المياه والحب والضياء، نشيدها الحياة وعهدها الوفاء، وتفرز الرحيق وتطلق العطور. لا تقطف الزهور، لا تقطف الزهور.